دار السلام بسوهاج عندهم قطعة أرض أو مساحة أرض كبيرة يعاني أهالي نغميش تابع لمركز دار السلام من وجود يعني مقلب للنفايات يمتد على مساحة تتجاوز كيلو متر، رقم مساحة كبيرة طبعا. ده بيأثر طبعا على صحة الإنسان والحيوان على حد سواء. زميلنا هاني شحاتة انتقل من نجع حمادي وذهب إلى سوهاج وبالتحديد في النغميش، ويعني سجل لنا تقرير عن هذه المشكلة. نتابع هاني شحاتة ثم نعود إليكم. يعاني سكان قرية النغميش التابعة لمجلس قروي الخيام بمركز دار السلام من وجود مكب للنفايات يمتد على مساحة أكثر من كيلومتر، مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة التي أثرت على صحة الإنسان والحيوان على حد سواء. حتى الزراعات المحيطة تأثرت بهذا المكب بسبب انتشار الذباب والأمراض. ويطالب سكان القرية استغلال هذه المساحة في إقامة ملعب للشباب أو مدارس أو تحويلها إلى حديقة. ناشد السادة المعنيين بالأمور دي أنه المقلب الزبالة ده كل ما يتأثر منه من حيوانات وأطفال وزرع. أنا معي أرض حوالي المقلب ده معاني منه يا جماعة من حوالي أكثر من 15 سنة، ورحت المسؤولين عشان معي ورق يثبت أنا لي حتة في المقلب ده، ولا حدش راضي يهتم بي أبدا خالص، ولا فيش أي تساؤلات منهم ولا أي حاجة. فناشد السيد محافظ سوهاج والساده المعنيين بهذا الموضوع انه يتدخلوا عشان يمنعوا الكارثه دي. الناس بتعاني والبهائم بتموت والزرع بيموت، ومعاني معانا ماساويه خالص يعني. وعملنا كذا محاوله عشان نحوش البلاوي دي، ما فيش اي حد من المسؤولين بيرد علينا. المقلب ده ضررنا قوي، ضر فيه لو ماخذ بهائم ميته، وفيه كلاب وفيه نعاج وفيه بقر وفيه جاموس، والوباء فيه كله فيه دي يعني. وتجي بالليل الانسان ما يجي من شغله ومن زرعه، اللي مع سرح يوميه واللي جاي من زرعياته واللي مع بهايمه، ما يجي اخر الليل عايز ينام، تجي تعرفش تنام من الناموس ومن الدخاني. وباء كثير يعني، تبص تلقى الدخانه هنا عمياني تقلب عليني، تقلب على نقنق قبليني يعني. كان الله في عون الناس، اشتكت نقنق ما حدش سال فيه، اشتكت النغميش حدش سال فيه، المجلس الخيام ما سألش، مجلس الكسر ما سألش، مجلس الولطوق ما سألش. الأرض دي ملك الدولي، ما طرحناها، ما اشتكينا يعني، وما حد سائل أبدا. ألا يجي اللودر كل يومين كل ثلاثة يروح لك رفعهم، يرفع البهائم الميتي، يرفع البهائم الميتي بس، هذا اللي ما يعملوه. لكن يجوا مثلا يمنعوها ولا يمنعوا حد يحط فيها حاجة هني، لا. طب يستفاد بيها الدولي، يعملوها مدارس، يعملوها مستشفي، يعملوها نادي للشباب. كل المسؤولين الناس اشتكت ونقنق خلتش، ما حد سأل أبدا. مقلب الزبالة ده مسبب لنا مشاكل كثيرة وأمراض في البشر وفي الماشي. جميع المواشي هنا المحيطة بالمكان كلها عيانة جلد عقدي وحمى قلعي بسبب المقلب، وناموس وحشرات وذباب. حاجة زي ما حضرتك شايف قدام حضرتك أهو. مجلس قروي الخيام مشكور الأستاذ عز رئيس مجلس قروي الخيام، ما فيش كل يوم أو يوم ويوم بيجي باللودر بتاع المجلس والآلات وبيجي يرفع بس عشان الطريق تمر، عشان لو هي في يوم على كده تلاقي الطريق دي اتقفلت اتسد. مجلس قروي الكشح بيجيب الزبالة بتاعه والقمامة كلها وبتترمي هناتي، فطبعا ده مسبب مشاكل في الزرع وفي البشر وفي الماشي. ما فيش بص البيوت اللي هي حضرتك شايفها انت من الناحيه الثانيه دي، الدخانه مستمره على طول، الدخانه مستمره، واللي معاها بهايم ميته بيجيبها ويبرميها هني زي ما حضرتك شايفها. حوالي 10 12 بهيمه مرمايه هاي، والريحه والريحه القذره وجميع اللي انت شايفه ده هو كله قايم الريحة على البيوت اللي حواليك دي. ودي ناس غلابي طبعا، بالناشد السيد عز رئيس مجلس قروي الخيام، وبالناشد رئيس مدينة دار السلام، بالناشد المحافظ، بالناشد جميع المسؤولين يخلصونا من الوباء اللي احنا فيه ديتي. كان معكم هاني شحاتة لبرنامج طلب إحاطة. شكرا إذا للزميل هاني شحاتة على هذا التقرير المميز عن نغميش، واللي بها مقلب تحول إلى مكان للنفايات ومكب للنفايات كما قال التقرير.
والمساحه كبيره الحقيقه، بتكلم عن كيلو متر. اولا يعني الاهالي تحدثوا عن تاثير الدار لهذا المقلب، بالتاكيد بقى في تاثير على صحه الانسان والحيوان والزراعه زي ما قال التقرير، لكن برضو على الجانب الاخر بيتكلم عن كيلو متر مساحه، بيقول اراضي طرح الزمام او في النهايه اراضي املاك دوله، يعني ممكن تستثمر او تستغل في يعني خدمات متنوعه للمواطنين. نتمنى الحقيقه او مدارس او مراكز شبابيه، نتمنى يبقى في رد الحقيقه من الوحده المحليه لمركز ومدينه دار السلام بمحافظه سوهاج للرد على هذه المشكله، ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل في هذا المكان بمساحته كيلو متر. هي عندنا برضو ناخد موضوع الانترنت الاول يا جماعه، الاول ناخد تقرير سمر لو جاهز.